مامة إيهاب توفيق الله يرحمها، ده عز النجاح إيهاب توفيق اللي أنا كنت بشوفه بعيني، والشعراء والملحنين اللي أنا كنت أصغرهم وقتها، الأستاذ بهاء الدين محمد ربنا يديله الصحة، مصطفى كامل، حسين محمود، حمدي صديق، محمد رحيم، عمرو مصطفى، مش عايز أنسى حد، أميرة تعيمة، أحمد شتا، ناس كتيرة جدا جدا كانت مامة إيهاب بتجيبهم كلهم في قاعدة واحدة، وصلاح الشرنوبي الأستاذنا الكبير العظيم في قاعدة واحدة بتطلع الألبوم. تخيل انت لما الوحوش دول كلهم في قاعدة واحدة قدام بعض، كله بيطلع أحلى ما عنده وتخلص الألبوم القاعدة دي. اللي أنا بوجهه لشيرين وبوجهه لحماقي وبوجهه لتامر، استثمروا الناس اللي بتصنع نجاح نجوم غير مصريين في الوطن العربي. استثمروا نجاح النجوم الغير مصريين في الوطن العربي الكبار، كلهم بيجوا مصر بيدوروا على الملحنين والشعراء وبيدفعوا إقامات وسفر وطيران ومكالمات دولي عشان يقابلونا أو عشان إحنا نروح لهم عشان ياخدوا خيرنا. إحنا بمنتهى الحب وإحنا ساكنين جنب بعض نقدر نجي لكم بأسهل من كده، وبدل ما نبعت لكم على الواتساب لا إحنا نتقابل لايف في الوقت اللي أنتوا عايزينه، ان يعني يكون احنا نتفق ان احنا يا جماعه نعيد الصناعه دي، مش هنعيدها كل واحد لوحده، احنا نعيد الصناعه في مصر، احنا لازم نحط ايدينا في ايدين بعض، لان مصر اتساعه كلهم بييجوا ينجحوا عندنا بمنتهى الحب واحنا فاتحين دراعنا. بس صعب ان حد ينجح بره مصر، مش يعني ده مش بالسهوله ديت. في ناس هنا فنانين محترمين في مصر مكسرين الدنيا، في بره مصر مش معروفين.